وذلك أمام البقبة بميدان حدائق القبة تأييدا للمجلس العسكري. ويطالب المشاركون في التظاهرات بالإبقاء على حكومة الجنزوري خلال الفترة الانتقالية حتى تسليم السلطة عقب الانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك فيما توافد المئات إلى محيط ميدان نهضة مصر بالقرب من جامعة القاهرة للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مؤسسة أوميا مصري لتأييد القوات المسلحة.